أهلا بكم مشاهدينا مجددا في الأسئلة الخمسة. نستعرض معا تاريخ الخلافات التي بدأت بين قبيلة العواقير وخليفة حفتر منذ يناير 2016. بدأت هذه الاختلافات أو الخلافات عند تعيين المهدي البرغثي وزيرا للدفاع بالحكومة المقترحة. وفي يونيو 2016 عدد من قادة كتائب العواقير ورأسهم البرغثي وفرج جعيم اتهموا خليفة حفتر بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تشهدها مدينة بنغازي، وهذا الأمر زاد من حدة الاشتباكات. في سبتمبر 2017 الحكومة المقترحة عينت فرج جعيم وكيل الوزارة الداخلية، وقادة الكرامة وإعلام الكرامة أيضا هاجم وخون جعيم بشكل كامل. في نوفمبر 2017 نجا فرج جعيم من محاولتي اغتيال في نفس الشهر في بنغازي، وبعد ذلك اتهم حفتر بالوقوف وراء هذه العمليات الاغتيال وأمره بأن يخرج من بنغازي خلال 28 أو 48 ساعة هو وقواته من المدينة. نوفمبر 2017 كتائب تابعة لنجلي حفتر خالد وصدام استولت على مقر جعيم، وخرج فرج جعيم من بنغازي لمنطقة برسس، وشن أبناء خليفة حفتر حرب على المنطقة واقتحموا عدد من البيوت للعواقير في المنطقة. نوفمبر 2017 أعيان من بعض القبائل سلموا جعيم لحفتر تزامنا مع إصداره قرارا بحل معظم كتائب محسوبة على قبيلة العواقير ببنغازي، وثم تسربت بعض المعلومات عن تعرض جعيم للتعذيب وكسر رجله. في ديسمبر 2017 أعيان من قبيلة العواقير خرجوا لتونس وبدأت تتأكد المعلومات عن تعرض جعيم للتعذيب في المعتقل الموجود فيه، واستمرت هذه البيانات المتفرقة من شباب قبيلة العواقير بالمطالبة بإطلاق سراح فرج جعيم في ديسمبر 2017. أبرز الأحداث في هذا العام يناير 2018 تم اغتيال مدير مكتب التعليم بالأبيار المترشح للانتخابات المقبلة صلاح جليوان القطراني، وفي أيضا نفس الشهر شباب من قبيلة العواقير سيطر على بوابة تنسلوخ وشنوا عدة هجمات على تمركزات الميليشيات الكرامة بالمنطقة.